السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد أتكلم بموضوع ماذا الآن يحدث من طرف هيئة. أنا مسلم شيشاني، وأنا تقريبا 10 سنة موجود هنا في سوريا، والحمد لله كل يعرف كيف عندي وماذا عندي فكرة موجود، وكل يعرف كيف أنا بعيد من كل مشاكل ماذا إلى الآن حدث في سوريا وصار في سوريا، وكل يعرف فكرة داعش عندي موجود أو ليس موجود، وحتى هو معي. الحمد لله أنا كل من هذا حل من هذا مشاكل إلى الآن من طرف داعش أو من